السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا. إن شاء الله يعني عودة مباريات الدوري السعودي إن شاء الله هتكون بداية من يوم الثلاث، وإن شاء الله هيكون معانا 5 مباريات بإذن الله، وبداية بالفتح والفيحاء في تمام الساعة 6 مساء، أباها والاتحاد في تمام الساعة 6:15 مساء، الرائد ودمق في تمام الساعة 6:25 مساء، الفيصلي والتعاون في تمام الساعة 8:15 مساء، الأهلي والحزم في تمام الساعة 8:15 مساء. إلى هنا وتنتهي مباريات يوم الثلاثاء. شكرا على حسن المتابعة.